مساء الخير وتحياتي لكم أينما تكونون. اليوم أيضا درسنا من مستوى ATS 5، وهو يتعلق بعبارتين هي when و than. المهم في هذا الدرس أننا سوف نستخدم when و than في نفس الجملة. إذا هناك اعتبارات معينة تستخدم مع when، وأيضا اعتبارات معينة تستخدم مع than. then و than عادة تعتبران يعني من أدوات ربط الجمل. إذا جملتين نربطهما مع بعض ب then لوحدها أو ب than لوحدها أو بالاثنتين معا. then و than في اللغة الألمانية تسمان ب connectoren، إذا الرابط أو الموصل بين هذا وذلك. مثلما تعرفون when تأتي بمعنى إذا، وإذا في اللغة العربية هي أداة شرطية، مثل ما يقولون أداة شرطية جازمة. إذا عندما نستخدم when بما معنى أن هناك حدثا ما، وعندما نأتي إلى then سوف تعطي لنا نتيجة هذا الحدث الذي استخدمنا به كلمة when. إذا when معناها إذا أو عندما، و then معناها ثم أو ممكن نقول بعد ذلك. إذا لنفتح الدرس، الدرس هو when زائدا than. إذا كيف تبنى الجملة التي فيها when والتي فيها than؟ مثل ما تعرفون أن when تكون لنا، عندما نستخدم when تكون لنا جملة جانبية. الجملة الجانبية تسمى Nebensatz، جملة جانبية. لماذا؟ لأننا نرفع الفعل الذي مكانه بعد الضمير إيخ، هنا فعل، نرفعه من هنا ونضعه في نهاية الجملة. وهذه هي قاعدة بناء الجملة ما باستخدام when. عندما نستخدم when يجب أن نضع الفعل في نهاية الجملة. مثلا نقول when إيخ تاس إنترنت نوتسي، إذا نوتسي فعل يعود إلى إيخ، إيخ نوتسي، عندما أستخدم الإنترنت أو إذا أنا أستخدم الإنترنت. لو رفعنا when وعدنا إلى الجملة الأصلية سوف نرى أنها هي بدون when، إيخ نوتسي داس إنترنت، أنا أستخدم الإنترنت. ولكن باستخدام when سوف نرفع النوتسي بعد الإيخ الذي مكانه بعد الإيخ، نضعه في نهاية الجملة، وهذه هي الجملة الجانبية Nebensatz. when إيخ داس إنترنت نوتسي دان، إذا سوف يحدث شيء ما، سوف يعطينا دان، سوف يعطينا نتيجة لاستخدامنا للإنترنت. إذا دان فولي إيخ ميخ جود، بعدها أشعر أنا براحة تامة. إذا فولي جاية من فعل فولن يشعر، فيل إيخ ميخ بنفسي أنا جود. إذا استخدام دان يختلف عن استخدام فين. بعد دان دائما يأتي فعل، ثم بعد الفعل الضمير أو الفاعل الذي يسمى سوبيكت، ثم بقية الجملة. إذا دان فيل إيخ ميخ جود. لننتقل إلى الجملة الثانية. لاحظوا أن فين، جملة فين هنا اعتبارا من جملة ثانية هي جملة متكاملة، أما جملة دان فهي مبعثرة، الكلمات هنا مبعثرة وعلينا ترتيبها في المكان المناسب. إذا الجملة الثانية when wir in die Stadt gehen، عندما نحن نذهب إلى المدينة. لاحظوا الفعل في نهاية الجملة gehen، والضمير الشخصي هو wir، الgehen يعود إلى wir، ولكننا وضعناه في نهاية الجملة لأننا استخدمنا when، وبذلك نكون جملة جانبية مثل ما نقول. إذا لنعود إلى الجملة الثانية، سوف هنا نحتاج فريزة موجودة، نحتاج دان. هنا حسب المثال الأول قلنا بعد دان يأتي الفعل، هنا أين الفعل؟ هو اسم. بعد الفعل سوف يأتي الضمير، أين الضمير؟ هو فير، يعني بمعنى الضمير هو الفاعل، ثم تكمل الجملة. إذا سوف نقول دان اسم فير أيس. نذهب إلى جملة ثالثة، هي جملة طويلة نوعا ما. Wenn die Schlange an der Kasse zu lang ist، بين قوسين eine neue Kasse dann ich mache auf.
لاحظوا أن هذه الجملة فيها يعني قد نخطئ في معناها. Wenn die Schlange an der Kasse zu lang ist. لربما يعني أو الكثير من عندنا يفهم أن هناك ثعبان أو حية موجودة في الكاسة عند الكاشيرة وهي طويلة جدا، ولكن هنا ليس المقصود بالثعبان وإنما الشلانجي، دي شلانجي مقصود بها السرة، الناس الذي يقفون واحدا تلو الآخر على الكاسة عندما يكون هناك ازدحام على الكاسة. إذا الشلانجي دي شلانجي هو السرة. إذا وين دي شلانجي أندر كاسة تو لانج، عندما يكون السرة طويلا على الكاسة ماذا سيحدث؟ ما هي النتيجة؟ أنه العامل أو العاملة تفتح لها كاسة جديدة. إذا هنا سوف نحتاج إلى دان ثم الفعل. أين الفعل؟ إذا ماخي ثم الفاعل ماخي إيخ أينه نوية كاسة أوف. إذا wenn die Schlange an der Kasse zu lang ist ماخي دان ماخي إيخ أينه نوية كاسة أوف. أوف تعود إلى مخ ماخن، الفعل هو في الأصل أوف ماخن بمعنى يفتح، ولكن أوف ماخن من الأفعال المنفصلة ترين باري فيربن. إذا سوف نضع الحرف الجر الأوف في نهاية الجملة. إذا جملتنا مرة أخيرة سوف نقول wenn die Schlange an der Kasse zu lang ist dann mache ich eine neue Kasse auf. نذهب إلى الجملة الرابعة. Wenn du noch Information brauchst. Wenn du noch Information brauchst. إذا كنت أنت بحاجة إلى معلومات أخرى أو معلومات بعد. ها؟ ما هي النتيجة؟ Im Internet dann surfst du. Im Internet dann surfst du. إذا أين dann؟ سوف نأخذ dann في البداية. أين الفعل؟ surfst أين ضمير؟ دو. إذا دان surfst du im Internet تصفح في الإنترنت. إذا كنت بحاجة إلى معلومات أخرى إذا تصفح في الإنترنت. نذهب إلى الجملة الخامسة. Wenn ich Zeit und Lust habe. عندما يكون عندي وقت ومزاج أيضا ماذا يحدث؟ Ein Gedicht dann ich schreibe. إذا سوف هنا نضع دان ثم الفعل schreibe ثم الفاعل إيخ ثم بقية الجملة أين كديخ. إذا دان شرايب إيخ أين كديخ. ما معنى أين كديخ؟ قصيدة. إذا عندما يكون عندي وقت ومزاج أنا ممكن أن أكتب قصيدة، بعدها سوف أكتب قصيدة. نذهب إلى نمبر 6. Wenn gut verdient. verdient يعني جاءت من فعل فردين يكسب، عندما يعمل الإنسان فهو يكسب. إذا wenn gut verdient هو عندما يكسب ماذا سيحدث؟ dann kauft sich einen neuen laptop. هل هذه الجملة صحيحة؟ لا، فيها يعني تسابق بين وبين kauft. إذا dann أين الفعل الآن؟ kauft ثم الضمير إذا dann kauft sich يشتري لنفسه einen neuen laptop، لابتوب جديد متطور. نذهب إلى الجملة السابعة وهي جملة من أصلها متخربطة، يعني حتى جملة فين هي ليست في مكانها وأيضا جملة دان ليست في مكانها. الجملة هي هكذا: Ich bin dann krank wenn ich nicht in die Arbeit gehe. يعني كأنما يقول الإنسان أنا أكون مريضا عندما لا أذهب إلى العمل، وهذا يعني ليس منطقيا. إذا الصحيح سوف نبدأ بجملة wenn. إذا سنقول wenn ثم الفاعل wenn ich ثم منتصف الجملة wenn ich krank وأخيرا الفعل wenn ich krank bin فارزة dann. بعد dann سوف يأتي الفعل gehe ثم الفاعل ich ثم بقية الجملة nicht in die Arbeit. إذا الجملة أصبحت wenn ich krank bin جملة جانبية الفعل بالأخير dann gehe ich nicht in die Arbeit. عندما أكون مريضا لا أذهب أنا إلى العمل. gehe ich nicht in die Arbeit. أتمنى أن يكون هذا الدرس أيضا مفيدا لكم.
وتحية وجه تحية لكل المشتركين، وأيضا لمن لم يشترك في القناة أن يشترك، دعوة أن يشترك في القناة وأن يفعل الجرس لكي تصله الدروس، وأيضا دعوة للجميع لتفعيل اللايك والجرس والتعليقات إذا والأسئلة إن وجدت. وإلى اللقاء في الدرس القادم.